عليكم، يعطيكم العافية طلاب الأورج. اليوم راح نكمل شرح عن موضوع General Purpose Register. هون في عندي سؤال بحكي لي design a 4-bit General Purpose Register using JK Flip Flop that does the following function. أول شيء 4-bit يعني أنا مضطر أستخدم A، وراح تكون هاي الـ A تتكون من A0 A1 A2 A3. تمام. Design General Purpose Register using JK، هو بحدد لي بالسؤال استخدم JK Flip Flop that does the following. عندي 4 functions، عندي 00 01 101 1011. بدنا كل واحدة منهم نشوف ايش التغيير اللي راح يصير عندي على A. تمام. اول شيء الونز كومبليمنت، انا بدي اذكركم بالونز كومبليمنت والتوز كومبليمنت كمان. الونز كومبليمنت اللي هي ان انا بحكي قاعد A راح تصير A minus، هيك معناتها ونز كومبليمنت. توز كومبليمنت معناتها انا بحكي A minus A prime زائد 1. هذا هو الفرق، انه الونز كومبليمنت هي لما انا اعكسها، التوز كومبليمنت بعكسها وبزيد بواحد، وهي نفسها اشارة الماينس. لما انا احكي ماينس A هي نفسها توز كومبليمنت اللي هي A prime زائد 1. تمام. وأدر اشي بنطبق على اي رقم، اي اشي بقدر اعمل له توز كومبليمنت او ونز كومبليمنت. تمام. اول شيء نشوف الونز كومبليمنت هون لما نجي نطبقها على A. لما نجي نطبق على A ونعمل ونز كومبليمنت لها، راح يصير عندي A0 بس برايم، A1 برايم، A2 برايم، و A3 برايم. هيك انا طبقت الونز كومبليمنت. روتيشن تو ذا رايت معناته انا راح امسك البت الرابعة اللي هون واعملها البت الاولى اللي هون وامسكها الف على الجهة الثانية، لانه احنا نحكي من الرايت فامسك الرايت وبوديها. حتصير عندي A0 A3 A2 A1. المنطقة هون اللي هاي arithmetic shift to right، معناته راح اعمل arithmetic shift to the right، راح امسك الجهة تبعت ال right واسحب لعندها، حتصير عندي A1 A2 A3. وحكينا بال arithmetic shift to the right بالبت الرابعة الأخيرة بثبتها وبتصير A3 زي ما هي، ما بتتغير. decrement by 1 معناته انا بحكي A minus 1، او سوري A minus 1. هسا هاي الماينس 1 هي الفكرة اللي هون حكينا عنها قبل شوي، توز كومبليمنت. انا ما اجي احكي اول شيء ال 1، انا بعبر عنها ب 4 بت، فبحكي 1 0 0 0، هاي القيمة هي ايش؟ 1. لما اجي اعمل توز كومبليمنت لها، اول اشي بدي اعكسها، حتصير 0 1 1 1 وراح اجمع عليها 1، فشو راح تصير؟ 1 1 1 1. هذا المقدار صار موجب وبقدر اجمعه مع A، فمعناته هاي العملية راح تصير A زائد 1111. ولانه هون احنا بنحكي قاعدين عن 4 بت، معناته انا مضطر استخدم الفول ادر مش الهاف ادر، هي اصلا عملية طرح، فانا اجبار راح استخدم عملية الفول ادر، بس احنا حولناها للشكل نعرف نتعامل معها، لانه احنا ما في عندنا فعليا عملية الطرح بشكل مباشر دائما. تمام. انا عندي 4 functions، معناته راح استخدم multiplexer تحتوي 4 مداخل ومخرج واحد، وعندي 4 bit معناته راح استخدم 4 multiplexer. فراح ارسم المالتيبلكسر الاربعة، هاي الاولى وهي الثانية وهي الثالثة وهي الرابعة، تكتبوا عليهم زي هيك max 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 4 1 4 1 4 1 4 1. تمام. وراح يطلع منها جواب 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 وجواب. عندي هون كنترول بيت، هدول الكنترول بيت هو معطيني اسمائهم جاهزات، طبعا هو مش طالب مني اعمل مينيمايز او اصغر الاكويبمنت، فراح اكتبهم مباشره C0 C1 C0 C1 C0 C1 C0 C1. هيك انا بكون جهزت المالتيبلكسر. هسا بكل فانكشن منهم راح ادخل بت واحده لكل عمليه. البت الاولى راح ادخلها لهون اللي هي A0 برايم، البت اللي هون A1، البت اللي هون A1 كمان، البت الاخيره جاي من فول ادر فخليها هاف فول ادر، يس خليها شوي. البت اللي هون جاي من البت اللي بعدها A1 برايم، هون A2 وهون جاي من فول ادر خليها شوي. هون البت الثالثة اللي هي A2 برايم،
هون A3 هون A3 وجاي اللي هون من فول أدر، وآخر وحدة فيهم حتيجي هون A3 برايم A1 A0 سوري A3 وآخر وحدة جاي من فول أدر. تمام، الفول أدر اللي راح أرسمها بدي أرسمها زي هيك هون. ماشي، هسا أنا راح أرسم هون الأخيرة، أو لا لازم أرسم الأول. تمام، ندور على مكان فاضي. طيب نيجي نرسمها هون. أنا هون في عندي فول أدر الأولى، وهي الثانية، وهي الثالثة، وهي الرابعة. طبعا انتو رسموهم فوقها، بس لأن أنا ما في عندي وسع رسمت بعيد شوي. تمام، أول مدخل حيكون عندي هون داخل، وحيكون في عندي هون واحد، وهون هي المدخل ثلاث مداخل. ونحن اتفقنا أنه الفول أدر تأخذ ثلاث مداخل F A F F A F A F A. تمام، وتعطيني المخرج اللي هو حيكون نازل من هون، والمخرج اللي هون حيكون مشبوك باللي بعدها. هاي نازل هون، المخرج اللي هون حيكون مشبوك باللي بعدها، وهاي هون المشبك هون باللي بعدها، المخرج باللي بعدها، وهون وهاد not used not used. تمام، المداخل اللي راح ندخلها هون اتفقنا انه هون عندي V1 وفي عندي A، فراح ادخل مرة 1 ومرة A 0. طب المدخل هاد شو ندخل فيه؟ حندخل فيه 0 ولا اشي، هو فعليا ما في عندي الا 1 والبت اللي هون اللي هي A0 A1 A2 A3. تمام، يعني خليني ارسمهم فوق هون. انا بدي اجمع 1 1 1 1 مع A0 A1 A2 A3. تمام، فهاي حتاخذها مع هاي، وهاي مع هاي مع هاي، وهاي مع هاي، واخر واحدة مع هاي. فرح نيجي نرسم هون 1 مع A0، 1 مع A1، 1 مع A2، 1 مع A3. تمام، فانا هيك رسمت الفول ادر المطلوبات مني. بضل عندي اللي هو الجي كي، هون في عندي جي، هون في عندي كي، وهون في عندي جي، وهون كي جي وكي وجي اوكي. تمام، هدول الجي انا هون في عندي داخل حناخد منها برايم. تمام، وهون عادية، وهون نفس الاشي عادية، وهون برايم عشان نخليها نوت يعني، وهون نوت كمان ندخلها، وهون نفس الاشي. يعني هي عبارة عن عملية حفظ لهدول الاشياء الجي كي، بس هدول بدكم تكونوا فاهمين كيف تحطوهم. واخر اشي انا راح ارسم اللي هي الكلوك، داخلي فيهم بخط واحد كلهم. طبعا ترتبوا الرسمة اكثر من هيك، بس انا عشان شوي المساحة عندي قليلة. تمام، وبطلع منها اللي هي ال A0 A1 A2 و A3. هيك بنكون رسمنا ال General Purpose Register من هذا السؤال، واخذنا علامة ان شاء الله كاملة 100%. تمام، في عندي برضو بعض الافكار اللي بدي اشرح لكم عنها بزيادة فيما لو اجت. مثلا في عندي بعض الاحيان برا للود. ايش هاي البرا للود؟ هاي بيكون كاتب لي اياها بدل واحد من هاي الفانكشن الاربعة. البرا للود برسمها بكل بساطة زي هيك، اربعة فانكشنز. هدول الاربعة فانكشنز حكينا لازم نرسمهم بطريقة معينة لحتى يعطوني البرا للود. شو هي البرا للود؟ البرا للود هو أنا قاعد بدخل بت واحدة بكل كلوك. كيف يعني؟ يعني أنا كل كلوك معناتها يعني ثانية واحدة، فبكل ثانية بتمضى أو مقدار زمني واحد أنا بدخل بت واحدة. فالديزاين اللي بدي أعمله بدي إياه ينفذ هذا الإشي، بحيث إنه يدخل بت واحدة بكل مقدار زمني واحد. تمام؟ فانا هون بروح بحكي انه انا اجت عندي input a z input a و input a و input a، هون 0 وهون 1 هون 2 هون 3. بالمقابل انا في عندي بدي اياه يطلع بالجواب اللي هو q
هون كيو، هون كيو، هون كيو. انتو هون راح تسألوا ايش هي هاي الكيو. الكيو هي عبارة عن اي رمز بخطر على بالك حطه عادي يعني، بس هي بالرسم الاصلية اللي تصممت كانوا حاطين رمز الكيو، تمام؟ فانتو عادي لو تحطوا اي رقم، اي رمز اخر ما بفرق. فانا راح اسميه كيو 1، كيو 0، كيو 1، كيو 2، كيو 3، تمام؟ وراح اربطهم كلياتهم مع بعض بكلوك، تمام؟ هاي الكلوك اللي هي المقدار الزمني اللي حكينا عنه، تمام؟ طبعا التصميم ممكن يختلف من شكل لآخر بس نفس المبدأ تبع البارلل لود. وهون نكتب كلوك، تمام؟ الجواب هاد بتروحوا بتدخلوه، بيكون في عندي مالتيبلكسر هون واحد من المداخل لإلها، فبتكونوا مدخلينه فيه. نفس الإشي هون، فور مالتيبلكسر بيكونوا كل واحد بدخل بمكان المخصص. كيف كنا هون ندخل الهاف ادر بمكان معين، نفس الاشي بنعمل هون مع البارل لود، نرسم هذه الرسمة فوق ونخليها تدخل بكل واحد من هاي المداخل. وعادي ما تلتخموا لو اجاكم مثلا فول ادر وبارل لود وروتيشن رايت وابصر شو، عادي المبدأ بسيط ونفس المبدأ ما بيختلف بأي سؤال. يعني اتمنى انه هيك تكون غطت كل الافكار اللي ممكن تيجي على الجنرال بيربس، واتمنى تكون وصلت الفكرة، ويعطيكم العافية.